طيب هل في واحد في ذهنك انت عاوز تبعت له رساله، رساله شكر تفتكره تقول فيها مين تختاره؟ انا بشكر الحاج طارق سعيد، عشان الحاج طارق سعيد هو رئيس النادي، لانه هو واقف جنبي كويس واقف مع نادي كويس، يعني راجل كويس جدا معايا، ومش قادر اقول له، بقول له ربنا يوفقك وربنا يزيل عنك وربنا يطلع لك الفرقه يا رب ان شاء الله. احنا زي ما ادينا لك حق الجمهور، معانا مجموعه من الناس بنقول لهم هل انتوا فاكرين الكابتن مصطفى رياض؟ هنسمع الناس دي هتقول ايه، ونرجع هنختم وهتكتب لنا في الاوتوجراف كلمه منك للبرنامج. جاهز؟ جاهز. كابتن مصطفى رياض قامة من قامات اللعيبة في مصر كلها، من أحسن اللعيبة، لكن المشكلة إن هو ما خدش فرصته في الآلة الإعلامية. اللاعب الوحيد اللي هو سوبر هاتريك اللي جاب 6 أهداف في مباراة واحدة. والله ده لعيب قديم كبير وربنا يشفيه ويعافيه، وكان مع الكابتن حازم الشاذلي، واللعيبه القديمه اللي محسوبه يعني، واحنا واقفين في المكان بتاعه، الملعب بتاعه، الحته دي باسمه. مصطفى رياض ده من ضمن لعيبه الترسانه، وكان زميل الشاذلي في النادي، وكان هو كمان من ضمن دوره 64 بتاع طوكيو، جاب 6 أهداف، مفيش حد جاب زيه لغايه دلوقتي. كابتن مصطفى طبعا احنا جينا من النادي الاهلي على نادي الترسانه، كان هو الكابتن مصطفى، هو الكابتن شاذلي، وطبعا ذكريات كتير يعني. الكابتن مصطفى تاريخ كبير في مصر وفي نادي الترسانه، فكان يشرفني ان هو يبقى مدربي في نادي الترسانه، وطبعا مواقف كتير في البطوله العربيه في السعوديه، لينا مواقف معاه كتير في بطوله افريقيا، لينا مواقف كتير في طبعا يعني. فبقول له ربنا يديك الصحه كابتن مصطفى، ويخليك لينا ويخليك لمصر. اقول للكابتن مصطفى رياض ربنا يديك الصحه والجمال اللي احنا شفناه معاك في الملعب. انا وانا بلعب جنب الكابتن مصطفى رياض كنت بتفرج عليه وانا بلعب، كان شيء جميل قوي وحاجه جميله في الكوره، من اللعيبه المعدوده على مدار الزمن كله، امثال كابتن مصطفى عبده، كابتن محمود الخطيب، كابتن عبد الوهاب الشافي، كابتن ابراهيم عبد الصمد، كابتن شاذلي. الناس دي عظيمه في الكوره، الناس دي علمت الناس الكوره. وطبعا الكابتن مصطفى رياض غني عن التعريف، من افضل اللاعب في الملاعب المصريه في عصره، وكان ثنائي مع الكابتن شاذلي، وكان في الاسماعيلي الكابتن رضا وشهده، يعني جيل عظماء في الكوره. كابتن مصطفى رياض كان من هدافين مصر الكبار. كابتن مصطفى رياض كان هداف طوكيو في 64، كان كابتن مصطفى رياض هداف الدوره، ودي الدوره الرابعه. وكابتن مصطفى غني عن التعريف، كل الناس تعشق الترسانه من الثنائي الجميل، الكابتن الشاذلي وكابتن مصطفى وكابتن ابو العز وكابتن حملاوي، اسماء كبيره في نادي الترسانه. وكان منتخب مصر في وقت من الاوقات 9 من لاعبي الترسانه بيمثلوا منتخب مصر. كابتن مصطفى رياض طبعا يعتبر احد اكبر رموز نادي الترسانه الرياضي، ومن اكبر هدافيها ومن اكبر هدافين منتخب مصر. وعلى ما اذكر ان هو كان هداف دوره، اعتقد كانت دوره طوكيو، ومن اشهر الثنائيات اللي كانت بتتعمل في الكوره زمان. كنت دايما تقول الشاذلي ومصطفى رياض زي السيد عبد الرازق وعلى ابو جريشه، فالكابتن مصطفى ما يتنسيش ابدا يعني باهدافه، واحد الرموز الكبيره لنادي الترسانة. اظن بعد الكلام الناس دي بتقوله ده تكريم من جماهير الكره المصريه غير المسؤولين. انا ما بتكلمش عن المسؤولين، بس انا ما اعرفش الخلفيات. انا دي حاجات افتخر بيها، عشان الناس دي افتكرتني وكرمتني بكلامها. بس ده احسن تكريم.